المشاهدين رحب فيكم في بطولة فيوتشرز 18 للتنس. في ختام هذه البطولة تشتد المنافسة بين اللاعبين لتحقيق المركز الأول. خليكم تابعينا بعد الفاصل. اختتمت في يوم الأحد 18 من نوفمبر الجاري نهائي بطولة فيوتشر الكويت الدولية 18 للتنس للمحترفين الرجال F3 التي نظمها الاتحاد الكويتي للتنس على ملاعب الاتحاد في نادي اليرموك الرياضي بمنطقة مشرف. وقد شارك في البطولة التي كانت لمدة 3 أسابيع نخبة من لاعبي التنس المحترفين من عدة دول مختلفة عربية وأجنبية، وكانت أجواء منافسات البطولة فردية وزوجية خلال الأيام القليلة الماضية وممتعة للاعبين، وقد ساهم جمال الطقس بزيادة الحماس على تحقيق الفوز، وهو الهدف الذي يسعى إليه كل لاعب. مدير المنتخبات الأستاذ عبد الرضا الشطي، بما أن اليوم هو ختام بطولة التنس، ختام بطولة فيوتشرز، خلنا نأخذ منك كلمة مناسبة هذا اليوم. طبعا بداية نشكركم على هذا اللقاء. طبعا اليوم ختام بطولة الثالثة للفيوتشر اللي قامت بالكويت. طبعا هاي آخر، يمكن هاي السنة، يمكن الخبر للحين هاي آخر سنة بفيوتشرات بالمنطقة. يعني الحين المستويات من 1-1 التصنيف العالمي كله راح يتغير. الفيوتشر راح يقل المستوى عن البطولات الثانية، لأن صارت منظمتين الاي تي اف ومنظمة البي تي بي ار، فهي البطولات هذه الكبرى. طبعا المستويات الفيوتشر ما راح تاخذ 15,000، يمكن المستويات راح تقل السنه الجايه. المستوى اللاعب يبي مثل تاهيلي راح يصير الاي تي اف، يعتبر اي تي اف. انت من وين تروح تاخذ النقاط؟ لازم تدش البطولات ال 25 تاخذ لك قبل النهايه عشان تاخذ لك التصنيف اللي يقدر يدخلك البطولات الكبرى. فراح تصير صعبه طبعا من السنه الجايه، البطولات راح تصير اصعب. بس طبعا حقنا احنا بالعكس وايد فايده، ان احنا تدرون يمكن لاعبيننا كلهم ناشئين، يمكن 16 وقابلتهم او 17 او 16. بدايتها تكون حقهم حلوه ان يحتكون ويستفادون من المستويات، حتى ان شاء الله راح ياخذون المستوى اللي يبونه ويدشون البطولات البطولات الكبرى في التشالنجر والشغلات العالميه اللي هي راح نشوفها في التلفزيون ان شاء الله بالقنوات. هذه ان شاء الله راح هذا. طبعا التصنيف انتهى، نظام تصنيف 1000 وشيء من بدايه السنه الجايه 700 وانت صاعد. يعني انا ما في لاعب يقول لي 701، ما في 701، 700 والباقي كله تصنيف الاي تي اف، يعتبر فئتين صارت. فبالعكس شغله حلوه هذه لهم، حق اللاعبين، حق الاحتكاك. طبعا احنا شفنا المستويات، يمكن اليوم مستوى اللاعب الفرنسي ظروف اللي امس عاناها، يمكن لعبوا يا الامريكي اللي البطوله الاولى وصل نهائي، بطولتين وصل نهائي، يمكن شوي مجهود على اللاعب الفرنسي، كان شفته ومو هذا المستوى اللي احنا متعهدينه، كنا مرشحين الاكثر يعني هو المصنف الثاني. ظروف اللعب 3 أسابيع وصبح وعصر، وشفتوا البطوله سنجل ودبل، مجهود على اللاعب، هذه مجهود لعبه التنس. يعني امس لعب 4 ساعات، مو شويه لاعب يلعب 4 ساعات. كنتوا تشوفون لاعبين قدم احسن لاعبين بالعالم يلعب يوم بعد يومين يقول لك لا تمزق ما تمزق. فبالعكس لعبه التنس يبي لها مجهود، والحمد لله احنا راضين على مستوى البطوله، راضين على مستوى لاعبينا، وان شاء الله اليوم طبعا ختام البطوله راح نبتدي الحين نشاط اتحاد التنس، بما ان احنا قعدنا ويا رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليابر رئيس المنتخبات، قعدنا وضبطنا الامور. ان شاء الله راح نسوي الجدول اللي راح نبتدي عليه. طبعا هاي فادتنا البطولات الاي تي اف والفيوتشر، راح نبتدي ان شاء الله بنشاطنا من اليوم. ان شاء الله عندنا بطولات خليج وبطولات اسيا وبطولات عربيه وبطولات دوليه راح تفيد لاعبينا، وراح نرفع العلم ان شاء الله، علم الكويت غالي ان شاء الله بعد الافراح اللي احنا هلت علينا ان شاء الله هالسنين هالاشهر اللي طافت. فجزاكم الله خير ومشكورين ما قصرتم.
وجمعت المباراة نهائي فرد المحترفين التي اختتمت بها البطولة بالفترة الصباحية الساعة 10، وكانت منافسة فردية بين اللاعب البريطاني إيدن ماكيو وخصمه اللاعب الفرنسي كوزمين، وانتهت بتقديم إيدن على اللاعب الفرنسي كوزمين بشوطين مقابل لا شيء وبنتيجة 1-6 و3-6.
وقد حضر المباراة النهائية والحفل الختامي للبطولة وشارك في تتويج الفائزين كل من أعضاء مجلس الإدارة للاتحاد الكويتي للتنس وجمهور غفير من محبي التنس في الكويت. وبالنهاية نشيد بالذكر دور الاتحاد الكويتي للتنس في إنجاح هذه البطولة بالجهد المبذول والمتواصل وتوفير كافة الإمكانيات الفنية للعبة وإظهارها بشكل متميز، وإشادة إلى الاهتمام الكبير لتطوير رياضة التنس وتحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات. مشاهدينا نرحب في مدير البطولة الأستاذ فالح العتيبي. أستاذ فالح، بما أن اليوم هو ختام البطولة وآخر أيامها وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، نبي منك كلمة مناسبة هذا اليوم. أول شيء مشكورين نشكي القناة الثالثة على تغطيتها وتواجدها معنا صراحة ودعمها للشباب. طب بخصوص البطولة، ولله الحمد اليوم ختام، كانت ختام ثالث أسبوع، يعني ثلاث أسابيع من المشاركات الإيجابية. اللاعبين الصغار احتكوا ويا لاعبين من أوروبا ومن أبطال صراحة في التنس. اليوم كان الختام للثالث بطولة، وكان النهائي بين الفرنسي والإنجليزي، واستطاع الإنجليزي يحسم المباراة الصالحة ونحن نقول له مبروك. لكن أما بخصوص مشاركات لاعبين، كانت مشاركات لاعبين إيجابية ولله الحمد من خلال احتكاكهم في اللاعبين، وهذا كان الهدف. هذا الهدف خصوصا نحن شاركنا في لاعبين صغار، يعني أعمارهم حيل صغيرة بالنسبة للاعبين المتواجدين. والحمد لله بالمناسبة هذه نحب نشكر الهيئة على دعمها لا محدود لنا، وكذلك نشكر مجلس الإدارة برئاسة الشيخ أحمد الجابر على دعمه لنا لهالبطولة هذه، وأعضاء مجلس الإدارة كافة، ومشكورين ما قصرتم. وفي ختام البطولة أيضا نبي نعرف مخططاتكم للبطولات القادمة. والله الحمد لله، يعني هذه تعتبر نوع، يعني تعتبر استعدادات لبطولات مشاركة في الخليج، وبطولة عندنا في الأردن خصوصا بطولة غرب آسيا، مشاركين عندنا فريقين إن شاء الله في بداية شهر 12، وإن شاء الله يمثلون الكويت خير تمثيل ويؤدون ما عليهم من واجب. وكذلك عندنا مشاركة في عمان، ويعني الحمد لله كل هذه يعني قاعدة تصب في مصلحة اللاعبين، خصوصا تعرف ان هي تعتمد على المشاركات. شكرا. برايك شنو خلى البطولة هذه مميزة اكثر من البطولات السابقة؟ طبعا خلى البطولة هذه مميزة في مشاركة عدد اللاعبين خصوصا من اوروبا، يعني خصوصا من يعني لاعبين من دول لها تاريخ طويل في التنس، واحتكاك اللاعبين الاوروبيين ويا لاعبيننا، يعني كان هذا اثر ايجابا على البطولة، خصوصا كانت فيها ندية قوية وكانت فيها مستويات قوية وكانت فيها تصنيفات قوية، يعني من لاعبين مصنفين على مستوى عالمي، وهذا اللي يميز البطولة السنة هذه. Eden from Scotland, so you won the first place in the single winners. So let's talk about that. Yeah, it was a good match from my side. You know, I played pretty well start to finish. Conditions were tough for both of us. I thought, you know, I dealt with it quite well. And it was quite difficult for either of us to attack. So you know, it felt like it was quite a smart match I had to play. So, I'm really pleased with how I played, and obviously happy to win. Yeah. All right, so you won in the single winners. Can we talk about the differences between the single winners and the double winners? What kind of difficulties? I mean, I'm sure single winners are much more difficult. So, if you have any thoughts on that? Yeah, I mean, singles and doubles are obviously, you know, very different. But you know, like for example, in the doubles, it's a lot more volleying and a lot more, you know, reaction stuff, and obviously your returns need to be really good in the doubles to put pressure on. But yeah, it's just different game, different kind of styles work better in singles and doubles. For the singles, sometimes the guys that rally a lot and get a lot back are maybe not so effective in the doubles because, you know, they're not as comfortable at the net or things like that. So, you know, yeah, in the doubles you obviously need to be very, very good at volleying, because if you've not got that, then you would struggle. Yeah. All right, so are you ready for the next competition? Yeah, well, for me actually this is the last one for this year, but I think I'm gonna go home and get some rest, see my family,
see my little cat that I've got as well. So yeah, just relax for a few days and then I start training for next year, off season. So no, I'm looking forward to it, yeah. All right, congrats, and I wish you the best of luck in the upcoming competition. Thank you. Player Constantin from France, today you got the second place, so let's talk about that. Well, first of all, congratulations to him. He made a great match. I'm not really happy about the way I played today. I think too many mistakes. But that's the game, that's how tennis is, so just keep going. All right, but you're not going to let that get you down, right? And you're going to move on to the next competition. Yeah, of course. Now I'm going to take maybe 2 or 3 days of rest and then be back on court and be ready for the next tournament. All right, so what do you think it takes to be a successful or a good player? Dedication, I think, and really focus on your goal and just believe in yourself. I think everything can be possible. Just keep going and yeah. All right. Do you think the weather today affected your play? I mean, it's kind of hot comparing to the last few days. I think it was very windy today, and maybe that's why also I made maybe too many mistakes that I should. And I think yeah, that's. But I guess we all learn from those mistakes, right? Yeah, of course. Every match is a new experience, so then maybe I will be more prepared for the next match, like in the same condition, so yeah. في ختام بطولة فيوتشرز نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في البطولات القادمة، على أمل أن نلقاكم في رسالة قادمة بإذن الله. مع السلامة.